متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. عبر بوابة سانتياغو برنابيو وجد نفسه على موعد مع دخول التاريخ، وأصبح أول لاعب يحمل جنسية عربية يرتدي قميص ريال مدريد. إنه المغربي أشرف حكيمي صاحب 20 عام، والذي بدأ طريق المجد من القمة بقلعة الميرينجي، واليوم يتألق في ملاعب البوندوز ليغا مع بوروسيا دورتموند. في هذا الفيديو سنقدم لكم 10 حقائق عن أشرف حكيمي، مولده ونشأته، وتحوله من مهاجم إلى ظهير، ولماذا رفض اللعب لإسبانيا، وهل يعود إلى ريال مدريد، وقصته مع الطفل الذي كتب اسمه على كيس بلاستيكي ومثله الأعلى، وما الفريق المغربي الذي يشجعه، وأشياء أخرى سنتعرف عليها سويا في هذا الفيديو ضمن سلسلة حقائق عن نجوم الرياضة والتي تشاهدونها على قناتكم ميد سبورت، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. مولده ونشأته. ولد أشرف حكيمي في 4 نوفمبر عام 1998 في العاصمة الإسبانية مدريد لوالدين مغربيين مهاجرين، فوالده ينتمي إلى مدينة واديزم بالمغرب، ووالدته تعود أصولها إلى مدينة القصر الكبير المغربية أيضا. حكيمي عاشق كرة القدم منذ طفولته المبكرة، ورغم أن والدته طلبت منه أن يمارس أي رياضة أخرى كالجودو أو السباحة، إلا أنه وجد في الكرة شغفه الأول والوحيد، وكان دائما ما يقضي جل وقته في اللعب بعد الخروج من المدرسة. ويقول والده: أشرف كان عاشقا للكرة بدرجة كبيرة، وبسببها لم يكن يهتم بدراسته. وأضاف ضاحكا: في يوم من الأيام حصل على درجات سيئة في المدرسة، وطلب منه أحد معلميه أن أحضر لأوقع على الملف الخاص بدرجاته، لكنه كان خائفا من ردة فعلي فأخفى الملف وقام بتقليد توقيعي، لكني علمت بعد ذلك. مسيرته الكروية. في عمر 6 بدأ حكيمي مشواره مع المستديرة، وانضم إلى ناد إسباني يدعى ديبورتيفو كولونيا أوفيغيفي. والطريف أنه كان يلعب في مركز المهاجم، وبعد موسم واحد التقطته أعين كشافي ريال مدريد، وقام النادي بتوجيه دعوة له للالتحاق باختبارات الفريق. وحينها خاض الطفل الصغير بطولة ودية مع صغار الملكي، ونجح في إقناع المسؤولين لينضم بشكل رسمي إلى ناشئي ريال مدريد عام 2006. هناك تدرج اللاعب مع الفئات السنية، وقام أحد مدربيه بتغيير مركزه من المهاجم إلى الجناح ثم إلى الظهير الأيمن، فأبدع وتألق. وفي عام 2016 تم تصعيده للعب مع كاستيا ريال مدريد حين كان يدربه زين الدين زيدان. وفي أغسطس 2017 استدعاه زيزو لقائمة الفريق الأول عندما أصبح مدربا له، وجاءت أولى مشاركات اللاعب بقميص الفريق الأول في 1 أكتوبر عام 2017 أمام إسبانيول بالليغا، ليصبح أول لاعب عربي يمثل منتخبا عربيا يلعب لريال مدريد. وفي صيف 2017 أراد النادي منحه الفرصة لاكتساب المزيد من الخبرات، فقام بإعارته لمدة 2 إلى ناديه الحالي بوروسيا دورتموند. حياته العاطفية. في أواخر عام 2015 وقع حكيمي في غرام فتاة إسبانية تدعى لوسيا أوتريرا، واستمرت علاقتهما قرابة 3 سنوات قبل أن ينفصلا في بداية عام 2018. ولم يمض وقت طويل حتى دخل النجم المغربي في علاقة أخرى مع ممثلة إسبانية تحمل أصولا ليبية وتونسية تدعى هبة أبو خريس، وتعرف بهبة عبو، تكبره 12 عام. وبعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بمصر أعلن حكيمي أنه سيتزوج منها في أقرب وقت، لكن حتى هذه اللحظة لم تخرج أي أخبار رسمية حول زواج الثنائي. ومؤخرا قام اللاعب بنشر صورة له مع رفيقته على إنستغرام بعد تسجيله 2 في مرمى سلافيا براغ، معلنا انتظاره لمولوده الأول، وكتب: وعدت زوجتي أن أسجل هدفا أهديه لمولودنا المستقبلي. يبدو أن الفرحة والسرور دفعتني إلى تسجيل 2 وليس هدفا واحدا فقط. شكرا هبة عبوك. وحينها انقسمت تعليقات متابعيه بين مهنئين له وبين انتقادات وتساؤلات عما إذا قد خالف تعاليم الدين الإسلامي وسينجب من علاقة خارج إطار الزواج، خاصة وأنه لم يعلن عن زواجه رسميا بعد. لماذا رفض إسبانيا؟ أشرف حكيمي يحمل جنسية مزدوجة، الإسبانية بحكم مولده ونشأته بإسبانيا، والمغربية انتسابا لبلد عائلته.
ولذلك كان مؤهلاً لتمثيل منتخب لاروخا الأول إلى جانب المنتخب المغربي، بل إن الاتحاد الإسباني عرض عليه ذلك بالفعل، إلا أنه رفض وفضل اللاعب لأسود الأطلس في خطوة علق عليها بعد ذلك قائلاً: شاركت رفقة الفئات الشبابية لمنتخب المغرب، شعرت وبكل بساطة أنه سيكون من الأفضل اللعب مع المغرب. لست أدري ماذا كان سينتظرني في المستقبل إذا لعبت مع إسبانيا، ولكن هذا كان قراري لأنني أحسست بأنني مغربي وأنني مسلم بسبب عائلتي وكافة جذوري التي لدي هناك. أعتقد أنه كان قرارا جيدا. موقف كوميدي. خلال فترة تواجده مع شباب ريال مدريد كان النجم المغربي بطلاً لواقعة طريفة، وذلك بعد أن قام بتنفيذ ركلة جزاء بدون حذاء. ويحكي شقيقه نبيل ما حدث قائلاً: قبل إحدى مباريات شقيقي أشرف مع شباب ريال مدريد قال لنا بأنه سيفعل شيئاً ما في المباراة، ولكننا لم نتخيل أنه سيسدد ركلة الجزاء بدون حذائه. وأضاف: حكيمي شاهد هذا الأمر في فيديو للاعب يركل حذاءه بدلاً من الكرة كعملية تمويه قبل تنفيذه ركلة الجزاء، وبالفعل قام بتقليده وأحرز الركلة، إلا أن الهدف تم إلغاؤه، ولكن في نهاية الأمر انتصر ريال مدريد في ذلك اللقاء. علاقته بزيدان. بعد إعارة حكيمي إلى دورتموند انتشرت بعض الأقاويل والشائعات بأن الفرنسي زيدان هو من طلب ذلك، وتحدث البعض عن سوء العلاقة بين الثنائي، لكن الحقيقة في ذلك مغايرة تماماً لما أثير من أخبار وشائعات، حيث يتمتع حكيمي بعلاقة قوية للغاية مع زيزو منذ أن تواجدا سوياً مع كاستيا ريال مدريد، كما أن زيدان معجب بموهبة اللاعب ويثق بقدراته. وبحسب صحيفة ماركا فإن الفرنسي طلب قطع إعارته في الميركاتو الماضي وعودته إلى الفريق، إلا أن بيريز فضل أن يستمر حتى نهاية مدة الإعارة. ويقول حكيمي متحدثا عن زيدان: بيننا علاقة جيدة للغاية، لقد كان دائما يعطيني نصائح جيدة، ويمكن ملاحظة أنه يود الأفضل لي كما لو كنت نجله، ومنذ رحيلي شاهدت حديثه عني في إحدى المرات وأشكره على منحي فرصة المشاركة مع ريال مدريد، وبغض النظر عما سيحدث سأظل محتفظا بعلاقة جيدة معه. اهتمام يوفنتوس، وهل يعود للريال مدريد؟ الرجوع إلى ريال مدريد في أسرع وقت من الممكن أن يعد حلماً بالنسبة لي، سأكذب إذا قلت لك لا، ولكن لا أعتقد بأن هذا قراري الخاص. هكذا صرح حكيمي في وقت سابق لقناة موفي ستار الإسبانية، ويبدو جلياً أن الأولوية لديه هي العودة إلى سانتياغو برنابيو إذا ما قرر الملكي ذلك، لكن في الوقت ذاته فإن دورتموند يريد الحصول على خدماته بشكل نهائي بعد تألقه اللافت معهم. وأمام هذا وذاك دخل يوفنتوس المشهد ويفكر في تقديم عرض رسمي للتعاقد مع النجم المغربي في الفترة القادمة. ويقول حكيمي عن رغبة دورتموند في بقائه: هذا يجعلك تعتقد أنك تقوم بعملك بشكل جيد وأنهم سعداء بوجودك، لكن القرار ليس بيدي، إذ يتوجب عليهم كأندية الحديث معا ومع وكيل أعمالي. الطفل يوسف. في ديسمبر 2018 انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل فقير بمنطقة تازوطة في إقليم صفرو بالمغرب يرتدي كيساً بلاستيكياً وكتب عليه اسم حكيمي. تلك الصورة لاقت تعاطفاً كبيراً، واتخذ المتابعون المبادرة لنقلها إلى النجم المغربي الذي تفاعل بدوره مع الصورة ونشر على حسابه بفيسبوك يطلب من عائلة الطفل التواصل معه عبر رسائل خاصة. ولم يمضي على منشور حكيمي سوى 3 أيام حتى أعد للطفل مفاجأة كبيرة تتمثل في زيارة والديه له ومنحه أقمصة رسمية لحكيمي، إضافة إلى مساعدات مادية للأسرة التي تعيش ظروفاً صعبة، كما قام بتسجيل مقطع فيديو يظهر فيه وهو يحيي من خلاله الطفل الذي يدعى يوسف ويعد بزيارته قريباً. هذه الواقعة أعادت إلى الأذهان قصة الطفل الأفغاني مرتضى الذي ظهر منذ 3 سنوات مرتدياً كيساً بلاستيكياً باسم ليونيل ميسي، قبل أن تتدخل منظمات دولية لبرمجة لقاء بين اللاعب وأصغر معجب له فيما بعد. جوانب أخرى. حكيمي يتمتع بشخصية هادئة وعاطفية ويحب التركيز أولاً على كرة القدم، وإذا ما انتهى من تدريباته يفضل البقاء مع صديقته وكلبه راي الذي يرتبط به ارتباطاً كبيراً. وعن أصدقائه المفضلين قال حكيمي أنه يحب التواجد دوماً بصحبة باكو ألكاسر وأكسل فيتسل. وبالنسبة لمثله الأعلى فوقع اختياره على الإسباني داني كارفاخال، كما لم يخفي أيضاً عشقه للبرازيلي مارسيلو خاصة فيما يتعلق بالأدوار الهجومية. أما عن فريقه المغربي المفضل فقال أنه مشجع للوداد ودائماً ما يتابع أخبار الكرة المغربية.
إنجازات وأرقام قياسية. بعد تتويجه مع ريال مدريد بدور أبطال أوروبا عام 2018، أصبح حكيمي أول مغربي وثاني لاعب عربي يتوج بذات الأذنين بعد الجزائري رابح ماجر. وحينها عبر عن سعادته برفعه العلم المغربي الذي حصل عليه من السفارة المغربية في مدريد قبل المباراة، كما أصبح حكيمي بتسجيله هدفين مع دورتموند أمام سلافيا براغ في الجولة الثانية لدور الأبطال هذا الموسم، أول مغربي يسجل ثنائية في مباراة بالبطولة، وأصغر لاعب يسجل ثنائية في مباراة واحدة بتاريخ مشاركات دورتموند بذات الأذنين. وعلى صعيد الألقاب، سبق لحكيمي أن توج بجائزة أفضل لاعب أفريقي شاب عام 2018، كما فاز بكأس العالم للأندية ودور الأبطال مع ريال مدريد وكأس السوبر الألماني مع دورتموند. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت، فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.